كانت من النف وسباب باغي نف فلسوها بالكاس مسكينة صافي داها الواد صحابها قطعت الواد صافي نشفو رجليها غيرو طابانو الولاد من حملت قال عليها كانت من النف وسبابها غي نف خرجوا ليها بالكاس جالي الليلة عاوتاني كنطرف جالي الليل بزاف ديال الضياق رجاوا في الطريق صداع ديال الراس ومشاكل عالم ديال الفساد بالمازال هي عينه في الصف وعينه في الطرف والبنات اللي بحالها منهم عادات غتسولها غادي تقول لك ندمت كاع ما كرهتش كون بقيت غادمت كاع ما كرهتش كون رجعت وشمت اما دابا راني تزرفت شكون اللي كان السبب انت ما تشوفات الحل ولات كتبان غير الحم فين بزاف د الرجال قام مبقاش كدير الثقه حيت داروها بها لي زانشيم فيكتيم مرا فيكتيم شكون اللي عطاك شاش كل نزال شي سنتيم عالم اخر في الكواليس غير كيبانوا ليك ناشطين حساب ديال البنات اللي بحالها عايشين في وسط الدم وساكتين في وسط العالم ديال الوسخ في وسط العالم ديال الويل بزاف ديال الذكر كيوقعوا في تشالي الليل بنت الليل عاوتاني كنطرف تشالي الليل باغا ماني باغا فلوس وباغا اللاقة وباغا الليل بنت الليل عاوتاني كنطرف تشالي الليل خاصها بزاف وشحال والحمل فوق راسها تقيل شكون اللي كان سبب انت ما تشوفات الحال ولات كتبان غير الحمل في عينين بزاف الرجال عيشتها ولات عذاب مرضاتش تعيش حلال ولات غير كسلب لروح باعت روحها بالمال وسببها غي ناس اجنتي فين غادي فهاد لي قالو لاش كديري فهاد الوقت هادي راه غادي 12 بين وصافي نسيتي راسك بنت رجعي للدار قبل ما تفوتي وتندمي ما عندك ما ديري حتى فشي بار والعار كوني كتفهمي دابا قطعات الواد كاع ما نشفو رجليها غلطه بانو الولاد والحملة تقال عليها يا تا ولات عذاب مرضاش تعيش حلال ولات غير كسب الروح بعد روحها بالمال خرجت ليها طاي طاي ولي ما عندوش باي باي فيكتيم كي دار الوسط هنا كلشي كيدور بلا باي كنت ليا صحيح واليوم صورات غير ريح هداك نعرفوه ما عندوش وعلاش جاي 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 هنايا غتشوف هنايا غتدوخ هنا فين كتعيش بنت الليل بنت الليل عاوتاني كنطرف تشالي الليل باغا ماني باغا فلوس وباغا اللاقة وباغا الليل شكون الليل بنت الليل عاوتاني كنطرف تشالي الليل خاصها بزاف وشحال والحمل فوق راسها تقيل شكون اللي كان سبب انت ما تشوف هاد الحال ولات كتبان غير الحمل في عينين بزاف الرجال عيشتها ولات عذاب مرضاتش تعيش حلال ولات غير كسلب روح باعت روحها بالمال بنت الليل عاوتاني كنطرف تشالي الليل باغا ماني باغا فلوس وباغا اللاقة وباغا الليل بنت الليل عاوتاني كنطرف تشالي الليل خاصها بزاف وشحال والحمل فوق راسها تقيل شكون اللي كان سبب انت ما تشوف هاد الحال ولات كتبان غير الحمل في عينين بزاف د الرجال عيشتها ولات عذاب مرضاتش تعيش حلال ولات غير كسلب الروح باعت روحها بالمال كانت بنت الناس وسببها غي ناس فلسوها بالكاس مسكينة صافي داها الواد أصحابها قطعات الواد صافي نشفو رجليها غلطة بنو الولاد والحملة تقال عليها راه كانت بنت الناس وسبابها غي ناس فلسوها بالكاس مسكينة صافي داها الواد أصحابها قطعات الواد صافي نشفو رجليها غلطة بنو الولاد والحملة تقال عليها